امبارح برضو من ضمن الحاجات الحلوة واللافتات الحلوة اللي كانت موجودة في احتفالية المنيا الجديدة هو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحل عمار الشريعي. عمار الشريعي مش أنا اللي هتكلم عنه، أعماله العظيمة هي اللي بتتكلم عنه. راجل موسيقار كبير جدا، ليه أعمال كبيرة جدا عمرنا ما بننساها، كتيبة الإعدام ودموع في عيون وقحة وكتير كتير كتير، وكراكون في الشارع بيملوني أهو البريء، يعني بيغششوني شوية لكن هم عارفين. الحقيقة أنه هو طبعا موسيقار كبير جدا وعظيم جدا وعبقري في مجاله، فالحقيقة أنه كان شيء سعيد جدا وتكريم يعني حلو جدا من الدولة أنها تكرمه، واستلم التكريم مراد الشريعي، واعتقد ان هو كمان معانا على التليفون. استاذ مراد الشريعي بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي، مساء الخير، واشكرك على التقديم الجميل. لا ده اقل حاجه، ده عمار الشريعي. ربنا قول لي او عمار الشريعي من المنيا اصلا؟ مظبوط، يعني احنا من المنيا واتكرمنا في المنيا. مظبوط، العوده الى البذور. احنا اصلا عيله الشرايعه كلها في المنيا، في مركز سمرود بالاصح. فبابا اتولد في المنيا، وكانت يعني سن الطفوله كله تقريبا قضاه في المنيا، نقل بس القاهره مع العيله لما اتحق بقى بالمدرسه والدراسه وبعد كده الجامعه. طب بقول لك ايه، انا دايما بشوف عمار الشريعي ده طيب قوي، هو كان طيب بجد كده في البيت؟ طبعا كل الطيبه والحنيه اللي في الدنيا يعني. اصل انا كل ما ببص له بحس ان هو قد ايه طيب وحنين، صوته فيه حنان، كلامه فيه حنان، جسمه هو بيتحرك فيه حنان، الراجل ده كان عبقري بجد. اه والله، لا يعني حقيقي، يعني اب ما فيش بعده، يعني ربنا يرحمه، عظيم. الحنيه دي غرقنا بيها في البيت الحقيقه. الله يرحمه ويحسن. طب كلمني بقى عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشوار الراحل عمار الشريعي. طبعا كنت فخور جدا بالتكريم من السيد الرئيس، هو ظاهر يعني هو على الشاشه. بالذات انه يعني غير ان التكريم طبعا جاي من اكبر واعلى جهه في الدوله، انه كمان يجي من بلد بابا يعني في محافظه المنيا مع افتتاح المنيا الجديده، فده كمان يعني ازداد الشرف، لانه حسيت انه فعلا كان بابا الغايب الحاضر معانا، يعني هما بيفتتحوا المنيا الجديده. العظماء العظماء لا يموتوا ابدا، العظماء بيموتوا اجساد بس، لكن اعمالهم بتفضل خالده وموجوده وسطنا، يعني دايما هتفضل تلاقي اسم عمار الشريعي بيتردد طول العمر لان اعماله هتفضل خالده. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي، ربنا يخليكي. طب انت هتكملي طيب التكريم، كان احساسك ايه بقى والريس قال لك ايه كده بينك وبينه؟ يعني احكي لنا شويه حاجات كده. لا هو الرئيس يعني فاجئني الحقيقه، بيقول لي انه كان فاكر حلقه من برنامج بابا غواص في بحر النجم، كان بيستمع لي يعني زمان، فبيقول لي في حلقه كان والدك بيتكلم فيها يعني عني انا، طب وانا صغير يعني، فانه الزمن والعمر جه يعني اني جيت بقى اشوفه وانا دلوقتي كبير ومتخرج. ف ما شاء الله. بس فده كان في انت ما حاولتش تشتغل بقى في المزيكا ولا الفن خالص؟ ده انا معلش يعني انت ما حاولتش تتجه للفن والمزيكا والحاجات دي؟ لا انا بعزف البيانو كهوايه الحقيقه، بس لا الاحتراف دخلت كليه هندسه ما بعيد شويه. بس يعني ابن الوز عوام برضو ولا ايه؟ ابن الوز عوام يعني، هو كان دايما بيقول لي ان وداني حلوه الصراحه وسميع يعني. طيب كلمني شويه عن عمار الشريعي الذي لا يعرفه احد، ادينا شويه اسرار. بس انا احب الاسرار. اقدر اقول لك ان هو بجد كان انسان دايما اللي في قلبه على لسانه، يعني في ناس كتير يمكن لما يتفرجوا على لقاءات لفنانين او كده يقولوا يعني يا ترى هم فعلا كده في البيت يعني، أيوة. ولا ده بس يعني ايه الكلام اللي بيقولوه مثلا في اللقاءات والحلقات وكده. لا هو بابا كان فعلا اللي في قلبه، يعني الشخصيه اللي انتوا كلكم عرفتوها وحبيتوها هو ده بالظبط بابا اللي في البيت، يعني ما فيش اي اختلاف خالص ولا في المعامله ولا في التعامل يعني. وكان دايما مش واخدها ان انا ابنه بقى ولازم يكون كده في شويه قواعد وحاجات، لا خالص، يعني اتنين صحاب، ده كان طول عمره اسلوبه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. احنا سعداء جدا بالتكريم ده لوالدك لان احنا بنحبه، يعني هو والدك بس هو بتاعنا كلنا. ربنا يخليك. مراد الشريعي شرفتنا ونورتنا، والف مبروك على التكريم. شكرا جزيلا، الله يبارك.